خليفة رسول الله، أقلني، ارحمني يا خليفة رسول الله، أقلني يا خالق الله، أقيلوني، أقيلوني، أقيلوني يا خالق الله، أقيلوني، أقلني يا خليفة رسول الله، أقيلوني، أقيلوني يا خالق الله، أقيلوني. أراك تبتسم. هذا الذي يصرخ عمرو بن معدي يكرب الزبيدي، فارس اليمن وشاعرها الشهير. أجل، وقد جاء مصفودا في قرن، فقلت من ذا الذي يصفد فارسا غطريفا كهذا، وهو الذي كان يغير على العرب فيسبي ويقتل ما يشاء، وما أن يسمع حي باسمه حتى يدب الرعب فيه. انظر إليه الآن صارخا مستجيرا ذليلا. يقال إنه كان لا يخشى الموت. كان كذلك، تركه للإسلام أذله، لعله لن يعتز إلا به بعد الآن. إن كان فيه بقية من خير فعل. هذا ما نرجوه. ويحك يا عمرو، إنك لشاعر لبيب. وفارس، ملأت سيرتك الأسقاع، تأتي مقرونا بصفت مع هذا القيس بن مكشوح الذي قتل دازويه وأضرم نار الردة في اليمن. ألا ترحمون فارس اليمن؟ ألسنا أهل؟ لقد شهدنا الشهادتين وقاتلنا في سبيل الله، ثم تأكلك عصبيتك إلى الجاهلية. هي أوردتني ما ترون. كف عني يرحمك الله. والله لو كان الأمر لي لضربت عنقك، ولكنه لخليفة رسول الله يرى فيك رأيه. آه، لو تركوا لي سيفي، لو تركوا لي سيفي. خليناك وسيفك، فوجهك خالد بن سعيد بن العاص فضربك، فانحللت عن فرسك وضربته فلم تفت شيئا، ثم فررت من وجهه كالأمى وسلبك درعك وسيفك وحصانك. أقلني، أقلني أقالك الله من العثرات وشماتة اللئام. أما تستحي يا عمرو مأسورا مهزوما مقرونا بصفت؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك، ألا تعود لإسلامك؟ سأقبل، سأقبل، وأقسم أنني سأقاتل القتال أن ترضاه. بل يرضاه الله، إننا لا نقاتل إلا في سبيل الله. أقلنا، أقلنا أقالك الله. يا معاذ، لقد فقهتهما في اليمن، فأشر علينا. إن دين الله يظهر فاستبقهما، لعل الله سبحانه يهديهما سواء السبيل. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقسم لن أسل سيفي بعد الآن إلا في سبيل الله. هاتي أسمعنا أيها الجار. بسم الله الرحمن الرحيم. من العلاء الحضرمي قائد جيش المسلمين في البحرين إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار، فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارى، فقتلناهم إلا الشريد، وقد قتل الله الحطام. هذه هي رسالة العلاء إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ولا إله إلا الله. قل لي يا أخي الجارود، ماذا جرى في البحرين؟ أما إننا بعد أن قتلنا الحطم وقد جئت إلى خليفة رسول الله بالخمس والأنفال، وقفنا بالبحر وخشينا إن نحن تأخرنا أن يمد الفرس المنذر بن النعمان. الغرور؟ بلى، إنه الغرور. فاقتحمنا البحر بدعاء دعاه العلاء وردده الجيش، ففاجأناهم
وقتلناهم، وقد أسر الغرور واستسلم. يا معشر المسلمين، قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر، فامضوا إلى عدوكم وامشوا على البحر بخيلكم، ولن يخذلكم الله سبحانه وتعالى. ادعوا معي يرحمكم الله. يا أرحم الراحمين، يا كريم يا حليم، يا أحد يا صمد، يا أحد يا صمد. بعد أن أسرنا الغرور شهد الشهادتين وعاد عن ردته، وإني لأرى عودته صادقة، ونحن الآن ننتظر رأي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، فارس زبيد وشاعرها يلوذ بالمدينة كالأمة، لا سلاح ولا جاه. كف لسانك عني أيها الصليب، إنما هو وعد قطعته للخليفة. ألا تعرف أن لساني يبرك السيف القاطع؟ ألا تخشى لساني يا عمرو؟ ولماذا أخشاك؟ أم أنك نسيت أنني شاعر وفارس؟ فإن هجوتني هجوتك، وإن تطاولت سحقتك. لا أخفتني، إنني أرتدي. سحق وقتل وهجاء وسلاطة لسان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تكفاه؟ أما زال في نفسيكما حنين للجاهلية؟ إننا نتعاتب تعاتب الشعراء يا صاحب رسول الله. يتبعهم الغاوون، ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ ألم أقل لك أن تكف؟ كففت كففت. هيا، من هذا الفارس الداخل إلى المدينة؟ يبدو أنه رجل غريب. السلام عليكم. وعليك السلام. من تكون أيها الفارس؟ أنا المثنى بن حارثة، سيد شيبان في العراق. نعم الرجل المثنى، إن الهيبة تملأ أعطافك. الهيبة وحدها لا تكفي، ولكن أخبار كرمك قد ملأت الدنيا. من يكون هذا الرجل؟ إنه الحطية أوس بن جرول الشاعر. أجارنا الله من لسانك. لا تخف، لا تخف من لساني يا شيخ شيبان، سأكتفي بهذا المقرون بأصفاده الذي كان يستعطف منذ أيامه. أسكت وألا قطعت لسانك. وجهكم أتت لا حياء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. إن هذه الهيبة تدل على سيد القوم، فمن تكون؟ المثنى بن حارثة الشيباني، جئت للقاء الخليفة. من تكون؟ أنا عمرو بن العاص السامي. بارك الله بك من المهاجرة الكرام. ألا نتشرف بضيافة سيد شيبان وقائدها؟ إن وجدت فسحة بلا ونعم عين. انتظروا في المسجد أمامك. السلام عليك يا عمرو. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا هيا. ما بالك يا عمرو؟ انتظرني. هكذا تصيبني أمام هذا الرجل الغريب؟ قد يشكون للخليفة. وهل كنت أكذب؟ ألم تستعطف قبل أيام؟ أنا شدتكم الله استبقوني. الرحمة الرحمة. قلت لك سأقطع لسانك ذات يوم، أما الآن فخذ.
بوركت يا فارس زبيد وشاعرة، يا حامي أعراض نسائها. ويحك، أما كنت تبتدئ بهذا فتجبر خاطرا مكسورا وجناحا مريضا وفارسا ضرب على أنفه كالبعير؟ ويحي، ماذا فعلت بنفسي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أين أجد الخليفة؟ وماذا تريده؟ أنا المثنى بن حارثة الشيباني. أهلا بسيد شيبان، إنه في السوق. ومن تكون أنت؟ أنا سلمان الفارسي. أهلا 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 بك يا سلمان، سأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرقده إلى أن يأتي. خيرا تفضل، إنه في هذا الجانب، تفضل. السلام عليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم.